خلاص الآن القوم في منتهى المواجهة مع إبراهيم عليه السلام، وما اكتفى أن قال لهم هذا القول بل قال لهم أكبر من ذلك، قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين إذا ما عجبكم بحد. اشتبون؟ شفتوا الأصنام هذه التي تعبدون أو تسجدون وتضعون أمامها الطعام؟ هذه أنا لأكيدنها، بسوي فيها شيء لما أنتم تدبرون عنها. وهذه أقوى مواجهة وأبعد نقطة حمراء صارت بين إبراهيم عليه السلام وقومه. شوف الثقة بالنفس، لأنهم حقيقة أراد إبراهيم أن يوقف هذا الزحف الشركي، أراد إبراهيم عليه السلام أن يوقف هذا الكفر، هذا أبو التوحيد عليه السلام، أراد أن حقيقة ينقذ الناس، ينقذ البشرية، ينقذ الأرض. وهذه مهمة الأنبياء، أن يقفوا بقوة وصرامة. سيدنا محمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم لما ذهب يواجه القوم ثم عجزوا عنه وذهبوا إلى عمه، وكان عمه هو أكثر الناس تأثيرا به صلى الله عليه وسلم، طلب منه عمه ما طلبه منه القوم، فقال: يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. بس خلاص كان لابد في لحظة من اللحظات أن تقف موقف، أن تعطي لكل موقف قدرة، لا تأتي في موقف يحتاج منك اللين ثم تهب هبة واحدة وتقوم بقوة وعصبية، ما يناسب هذا الموقف عندك داعية، ولا تأتي في موقف يحتاج منك إلى قوة وصرامة وثبات وثقة بدعوتك وثقة بمبدأك ثم تأتي لين جانب ضعيف. لا، يجب أن تعطي لكل مقام مقال، لكل وضع يجب أن تعطيه ما يستحق من القول والفعل الذي يناسبه. ولذلك إبراهيم عليه السلام بيّن لهم وواجههم، ما اكتفى بهذا القول بل قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وهنا أحبتي في الله يكون أعلن لهم ما يريد أن يفعله بكل شجاعة وثقة. القوم لم يصدقوا، قالوا: لا، ما يسويها إبراهيم، يجي يكسر آلهتنا أو يجي يضر الآلهة. لا، لأنهم يعتقدون بأن الآلهة هذه تحمي نفسها، وأن الآلهة هذه تدافع عن نفسها، وأنه قبل أن يصل إليها إبراهيم سوف يصيبه الضر بسبب الآلهة. هكذا يعتقدون بأن الآلهة تستطيع أن تسبب لعنة لأحد يريد أن يضر هذه الآلهة، فكانوا واثقين، قالوا: لا لا، ما يسويها ولا إبراهيم ولا غير إبراهيم يقدر يسوي شيء، هذه آلهة كبرى عظمى نعبدها، وأباءنا يعبدونها من قبل، وأجدادنا يعبدونها من قبل، هذه آلهة أصلا من أراد أن يصيبها أصابته باللعنة. فكانوا كأنهم واثقين، يعني أن خلاص لا يمكن أن أحد يضر هذه الآلهة، بل هم واثقين أن ما أحد يضر هذه الآلهة. ثم تربص إبراهيم بهم ذلك اليوم الذي هو يوم العيد اللي ذكرناه لهم، كانوا يخرجون في هذا اليوم إلى خارج المدينة، وقبل خروجهم يضعون طعام، أصناف الطعام وأصناف الشراب أمام الآلهة، حتى إذا عادوا في آخر اليوم وإذا به طعام مبارك من أمام الآلهة باركت يأخذونه معهم. وفي اليوم الموعود أيها الأحبة الكرام بدأ الناس بالخروج، يمرون على المعبد يضعون الطعام ثم يخرجون لعيدهم لذلك اليوم. فرأوا إبراهيم جالس فاستفسروا، اليوم يوم عيد، تعال يا إبراهيم. رد عليهم إبراهيم برد، قال: أنا اليوم تعبان، أنا مريض، وأني نظرت نظرة في النجوم فعرفت أني سقيم، فما أستطيع أن أذهب معكم ولا أخرج معكم. وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين، راح خلاص إبراهيم اليوم مريض، راحوا عنه. جاءت الفرصة الآن، القوم خرجوا جميعا ولم يبقى أحد، ولا بد من تنفيذ ما أراد إبراهيم أن يقوم به. خلى إبراهيم بالمكان فأخذ معول فاس من المعاول القوية، ثم سار متجه إلى المعبد،
ثم دخل من باب المعبد وإذا بالمعبد خالي ما في أحد، وإذا بالطعام قد ملأ أرض المعبد، والأصنام ما تستطيع أن تتحرك داخل المعبد من كثرتها. كل إنسان، كل قبيلة، كل عائلة لها صنم كان، وفيها الصنم الكبير وفيها الصنم الصغير وفيها الصنم الأوسط. فنظر إبراهيم ولم يجد أحد، المعبد خالي، المعبد فاضي، والمدينة خالية. دخل إبراهيم الآن هو وجها لوجه مع هذه الأصنام، دخل يسخر منها، يسخر من هذه الأصنام ويستهزئ بها، وذلك لما في نفسه من تحقير لهذه الأصنام، وذلك لما في نفسه من الكره لهذه الأصنام التي كانت تعبد من دون الله جل وعلا. فقال من باب السخرية بها ومن باب الاستهزاء بها: فراغ إلى آلهتهم، يعني ذهب إلى آلهتهم، وهو راغ يعني الذهاب بطريقة مسرعة. فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ من باب الاستهزاء والسخرية بهذه الآلهة. الطعام موجود أمامكم وأنتم آلهة، ووضع هذا الطعام، ألا تأكلون؟ طيب، ما أنتم ماكلين، عساكم ما كليتوا، ليش ما تنطقون؟ ما لكم لا تنطقون؟ ما لكم لا تتكلمون؟ ولذلك هذا من باب الاستهزاء والسخرية بهذه الأصنام، فرآها بهذا الصغار والهوان، زاد في نفسه احتقارا لها، وزاد في نفسه تصغير لهذه الآلهة التي كان يعبد القوم. فقام وأخذ المعول وبدأ بها، بدأ هذا المعول، معول التوحيد، يدمر ويحطم أصنام الشرك والكفر. إنه بيد أبي التوحيد إبراهيم عليه السلام، هذا معول الخير، هذا معول التوحيد، يهدم هذه الأصنام التي كانت تعبد من دون الله جل وعلا، ويكسر هذه الأصنام التي كانت تعبد من دون الله جل وعلا، ليعلن أنه لا إله معبود بحق إلا الله، وأن هذه الأصنام باطلة، وأن من جاء بها باطل، وأن مصيرها إلى التكسير والتحطيم والتدمير. أبو الأنبياء هذا أبو التوحيد عليه السلام. فقضى عليها ضرب ضرب إلى أن تحطمت. لذلك وصفه الله سبحانه وتعالى، قال: فراغ عليها ضربا باليمين. كان أقوى ما فيه يمينه عليه السلام، فكان يمسك المعول بيمينه ويخبط خبطة على الصنم ويتحطم، يتفتت، يصير بالمرة هذا الصنم الذي صنع من الحجارة ومن الطين يصبح فتات. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فجعلهم جذاذا، فتتهم، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. هو ينفذ ما يريد عليه السلام بذكاء وبفطنة وبخطة مرسومة، خطة التوحيد مرسومة عند إبراهيم عليه السلام. أبو التوحيد حطم الأصنام وحطم الآلهة وترك الكبير، ترك أكبر واحد فيهم، ما مسه بسوء أبدا، حبا فيه لا حاشا لله، ولكن يريده لموقف سوف يحصل بينه وبينه أقول لكم عنه. فجعل هذا الكبير كما هو، ما غيره. فقام عليه السلام وأخذ المعول الذي حطم فيه وفتت فيه الآلهة وعلقه على رقبة هذا الصنم الكبير، أخذ المعول وعلق على رقبة هذا الصنم الكبير، ثم أنه على طول خرج من المكان، غادر المكان وهو يضرب الحجارة بقدميه وبرجليه. المعبد انترس من فتات هذه الأصنام التي تكسرت، كانت تملأ المعبد، فأخذ يسير يخبط فوق هذه الحجارة التي تكسرت، فوق الفتات الذي بقي من هذه الأصنام، حتى خرج من المعبد عليه السلام منتصر. خرج وهو منتصر للتوحيد، ومنتصر للإله،
ومحطم لهذه الأصنام عليه السلام. انتهى عيدهم وانتهوا من ذلك اليوم الذي اجتمعوا فيه وخرجوا فيه وغنوا فيه ورقصوا فيه وأكلوا فيه الطعام، فعادوا إلى مدينتهم. فدخلوا المدينة، وعادة في هذا اليوم يوم العيد أول ما يدخلون المدينة ما يذهبون إلى بيوتهم، يذهبون إلى المعبد، يتوجهون إلى المعبد مباشرة ليأخذوا تلك الأطعمة التي وضعوها أمام الآلهة لتباركها، ثم يأكلون من ذلك الطعام الذي يزعمون أنه مبارك وقد باركته الآلهة. فلما دخلوا من باب المعبد وإذا بحطام آلهتهم، بحطام الأصنام، قد وصلت إلى المدخل قبل لا يدخل واحد فيهم يضع قدمه في المعبد، وإذا بالحطام عند الباب. من شدة ما حطم إبراهيم هذه الآلهة يريد أن يقضي عليها تماما، اندهشوا وذهلوا وصعقوا، من ذلك الذي تجرأ ودخل المعبد وحطم ودمر هذه الآلهة بكل قوة؟ ثم دخلوا إلى معبدهم وانتشروا بين ذلك الحطام، وانتشروا بين تلك البقايا، ما بقي من تلك الأصنام، وإذا بالأمر مذهل، وإذا بالأمر مدهش، ما استطاعوا أن ينتشروا في المعبد لكثرة حطام تلك الآلهة وحطام الأصنام، حتى وصلوا إلى الكبير أكبرهم وكان في صدر المعبد داخل المعبد، ولم يستطيعوا أن يجمعوا أفكارهم من كثرة الدهشة. ما استطاع الواحد فيهم أن يعني يتوقع شو اللي صار، ما الذي حصل، معقولة آلهتنا هكذا يفعل بها؟ فأخذوا يتساءلون فيما بينهم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أي من قام بهذه الفعلة، والذي قام به ما هو إلا ظالم. فاستعادوا الذاكرة وخطر على بالهم ما كان يقوله لهم إبراهيم، وما كان يناظرهم عن آلهتهم ويتكلم عنها وقد توعدها وهم يسمعون، أو بعض منهم سمع، لأن توعد هذه الآلهة عليه السلام بأن يدمرها وأن يحطمها، وتالله لأكيدن أصنامكم، يعني سوف أفعل فيها الفعايل. فتذكروا إبراهيم عليه السلام، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذا دليل على أنه كان في فترة زمنية وإن كانت بسيطة بين المواجهة التي حصلت بينه وبينهم وبين موعد التحطيم والتدمير. تذكروا سمعنا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، اسم إبراهيم. ثم ذهبوا يتحسسون الأمر حتى تأكدوا من إبراهيم عليه السلام، فجاءوا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. الآن أصابع الاتهام تتوجه إلى إبراهيم عليه السلام، قالوا خلاص أحضروه للتحقيق معه، نحقق مع إبراهيم وأمام الناس حتى يشهد الناس جميعا هذا التحقيق. وهم ما يعلمون أحبتي في الله أن جمع الناس أثناء تحقيقهم مع إبراهيم أنه لصالح إبراهيم وليس لصالحهم، لأنه أوتي حجة، أوتي الحكمة، أوتي ذكاء وفطنة عليه السلام من الله سبحانه وتعالى، وحجته قوية، يستطيع أن يحجهم، يستطيع أن يواجههم. فجاءوا بإبراهيم واجتمع الناس وبدأ التحقيق في شأن تدمير وتحطيم آلهتهم، وهذا أمر عظيم، هذا أمر يفزعهم،
هذا أمر يخافون هم إن لم يحققوا في هذه القضية أن يحل عليهم غضب من الآلهة. أول سؤال في التحقيق: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ توجهوا له بالسؤال مباشرة في هذه المسألة: أنت الذي حطمت الآلهة؟ أنت الذي كسرت الآلهة؟ ماذا قال؟ بكل هدوء وبكل ثقة في النفس، لجنة التحقيق من كبرائهم ومن وجهائهم والناس يجتمعون جميعا، فما تغير في إبراهيم شيء، واثق من نفسه. هكذا المؤمن، هكذا الداعي يا أحبتي في الله، هكذا الواثق من مبدأه. إذا انتهج أحدنا مبدأ الدعوة إلى الله فليعلم أن هذا المبدأ إذا كان على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على منهج قوي وثابت وراسخ وصراط المستقيم، لا يتغير ولا يتزلزل. إذن يجب عليه أن يثق بنفسه وبمبدأه. هكذا إبراهيم عليه السلام. ما همة هذه الجموع؟ ما همة هذه اللجنة من التحقيق؟ ما همة هذه الأسئلة؟ مباشرة وبدأ معهم بذكاء الداعية، قال: بل فعله كبير. شوف استهزاء، شوف استهزاء إبراهيم فيهم وفي آلهتهم وفي عقولهم. إبراهيم عليه السلام أراد أن يبين ضحالة هذه العقول وهذا التفكير عندهم، ولذلك قال: بل فعله كبيرهم. وقال هذه المقالة حتى يعيدهم إلى أنفسهم، يعيدهم إلى قضية أخرى. قال: بل فعله كبيرهم هذا. إيش كان يبي يوصل إلى مسألة معينة؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يلا تفضل، هذه آلهتكم أمامكم، وآلهة اعتدي عليها وحطمت ودمرت، والذي فعله ترى هذا الكبير. هذه إجابة فطنة وذكية من إبراهيم عليه السلام، أراد أن يبين لهم أن هذا الكبير لو كان إله فعلا، لو كان يعلم ويعقل ويعرف ويتكلم، إن كان دافع كان مظلوم، ما هو الذي حطم. معاي أحبتي في الله أعزائي المستمعين، أراد إبراهيم أن يبين أن الذي أمامكم حجر، ترى هذا ما ينطق حتى ولا يدافع عن نفسه، ولو اتهم ظلما وزورا أن ما يستطيع أبدا أن يدافع عن نفسه، ولا أن يدفع عن نفسه الظلم، ولا أن يدفع عن نفسه الفرية إذا افترى عليه أحد بشيء. هذه ما يخص الآلهة. وفي هذه الإجابة شق آخر يخصهم هم، وهو في قوله عليه السلام: إن كانوا ينطقون. أنتم تعرفون أيضا أن هذه الآلهة ما تنطق ولا تتكلم، وأنها لو كانت تنطق فالأولى بها أن تنطق بمن دمرها وحطمها وأزالها نهائيا، لأن القضية قضية وجود، أن تكون هذه الآلهة موجودة أو لا تكون موجودة، على الأقل تنطق أمامكم الآن في هذه اللحظة الحاسمة التي تم تدميرها وتحطيمها، وتقول فلان من الناس. شفت كيف هي كلمات قليلة قالها إبراهيم عليه السلام، ولكن فيها معاني عظيمة. أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ قال: بل فعله كبير. إذن أنت يا الكبير رد، انطق، دافع عن نفسك، هذا اتهام حيثهما وجه لك. لا، ما نطق ولا تكلم حتى يفهمهم وحتى يبين لهم حقيقة هذه الآلهة وحقارة هذه الآلهة من الأصنام. قال: فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم. أنتم عقلاء، عندكم عقول، يلا اسألوهم. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ولذلك بهروا واندهشوا، وهذا ما كان يريد إبراهيم، أن يستغل الموقف ويستغل اجتماع الناس لحضور هذا التحقيق مع إبراهيم عليه السلام، فخرج بهذه الكلمات وهو منتصر في هذا الموقف. انتصر أحبتي المستمعين ولا ما انتصر؟ انتصار إبراهيم بهذه المواجهة، صار هو الآن ليحقق معهم، صار هو الآن الذي يحقق معهم. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ما الذي حصل؟ بدأوا يتشاورون فيما بينهم وبين أنفسهم، ويكلمون بعضهم بعض،
والشهود الحضور الناس الذين جمعوا ليحضروا هذا التحقيق بدأ كل واحد منهم يكلم جاره قال تعال والله كأن كلام إبراهيم صحيح ها؟ بدأ يتسرب إلى أنفسهم شيء كأن كلام إبراهيم صحيح يعني لو كانت هذه الآلهة فعلا آلهة شلون ترضى أن من أول تحطيم أول واحد كان ممكن أن تنتصر لنفسها أن تنتقم لنفسها أن تصيب الذي حطمها ودمرها باللعنة فيموت وهو في المعبد قبل أن يخرج. طيب تدمرت كل الآلهة وبقي الأكبر لماذا لا يتكلم هذا وينطق؟ بدأ هذا التساؤل يدور ويطوف بين المجتمعين وبين المحققين الذين كانوا يحققوا مع إبراهيم الذين كانوا يحققون مع إبراهيم بدأت تتسرب إليهم هذه الأسئلة والتساؤلات. ولذلك أحبتي في الله فورا دخل الشيطان في الموقف لأنهم بدأوا يلومون أنفسهم. هذه التساؤلات بعد فترة قليلة تحولت إلى تلاوم فيما بينهم. واحد يقول للثاني شفت شلون ما أقولكم إن في شك في هذه الآلهة. واحد ثاني يقول نعم أنا أظن أن هذه الآلهة فعلا ما هي صحيحة. فبدأ هذا الشك وهذا الأمر وهذا التلاوم يلقي بعضهم اللوم على بعض. كان الواحد يقول الله ظاهر يا جماعة إحنا قاعدين نعبد آلهة ما تنفع ولا تضر وحنا حقيقة ظلمنا أنفسنا في هذا الأمر. وإن كان همس بينهم بين بعضهم ما يستطيعون أن يعلنوا هذا الشيء ولكن بقيت القضية فيما بينهم نوع من التلاوم. ولذلك دخل الشيطان فورا ودخل في أنفسهم وبدأ يزين لهم الموقف أنهم هم على حق وبدأ الشيطان يوسوس لهم أن هذه فعلا آلهة فأخذتهم العزة بالإثم وأخذتهم العزة بالشرك الذي كانوا يعبدون من الأصنام وفورا عادوا إلى ما كانوا عليه من عناد واجتمعوا على أن يمضوا في الدفاع عن هذه الآلهة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى أحبتي في الله واصفا هذا الموقف قال فرجعوا إلى أنفسهم يعني كأنهم يعني تشاوروا بينهم بين أنفسهم أو على الأقل واحد بينه وبين نفسه بدأ يفكر في حقيقة هذه الآلهة. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. قالوا أنتم الظالمون الذين تعبدون هذه الآلهة التي لم تستطع أن تدافع عن نفسها لما دخل عليها من دخل ودمرها وحطمها. وأيضا لما ترك هذا لم يتحطم قلنا البقية تحطمت وانتهت ما تستطيع أن تتكلم ولا تنطق. طيب هذا الكبير الذي ظل لم يتحطم ولم يتدمر لماذا لا ينطق؟ لماذا لا يشدنا ولا يدلنا على من حطم ودمر؟ شفت ذكاء إبراهيم وين وصل إلى أن أدخل الشك في قلوبهم. ولذلك أحبتي في الله بين الله سبحانه وتعالى عندما قال فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم قال ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. نكسوا على رؤوسهم أي أنه لما بدأت الحقيقة تتضح إليهم ويتسرب إلى أنفسهم الشك في ألوهية هذه الأصنام أنها ليست آلهة نكسوا أي عادوا عن الحق مرة أخرى. لما توصلوا أو بدأوا يصلون إلى الحق وإلى الحقيقة وإلى الاقتناع بحقيقة هذه الأصنام نكسوا على رؤوسهم أي رجعوا مرة أخرى إلى باطلهم رجعوا مرة أخرى إلى شركهم رجعوا مرة أخرى إلى عبادة هذه الأصنام والتمسك بها. ثم نكسوا على رؤوسهم وش قالوا بعد؟ يعني كأنهم يريدون أن يحجوا إبراهيم عليه السلام لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هؤلاء حجوا أنفسهم في الحقيقة هم أحبتي في الله ما حجوا إبراهيم عليه السلام. طيب أنتم لكم سنوات الآن تعبدون شيء لا ينطق ولا يتكلم ولا يدافع عن نفسه ولا ينفع ولا يضر ولا يزيد ولا ينقص أبدا. كأنما ردوا على أنفسهم بأنفسهم. وهنا أحبتي في الله أظهروا الأسرار على موقفهم برغم اتضاح الحقيقة لهم. ولذلك أصبحوا الآن إلى جانب الأصنام وهم يرونها محطمة أمامهم ولكن للأسف يرون الأصنام محطمة ومكسرة ومع ذلك عنادهم وإصرارهم على الكفر جعلهم يقفوا موقف الند للند مع إبراهيم عليه السلام. لم يكتفي إبراهيم بهذا الأمر
بل لما رآهم عليه السلام بهذا التردد ورآهم بهذه الصورة التي أصبحوا فيها يهمسون بينهم بين بعضهم ولم يأتوا بحجة، يعني قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هذه حجة عليهم أهم. ماذا قال لهم؟ قال إذن، يعني كأنما هو يعني قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الله، شوف الرد. هم قالوا بأنفسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فرد عليهم إبراهيم عليه السلام في قول الله جل وعلا قال تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يعني كل هالسنوات وكل هالسنين الطويلة تعبدون شيء لا ينطق وأنتم تعرفون أنه لا ينطق، الحقيقة أن أنتم في ضلال، والحقيقة أن أنتم بعيدين عن الحقيقة، والحقيقة أن أنتم لستم على شيء من الهداية أو الصراط المستقيم. خلاص حجهم إبراهيم الآن، اجتمعوا فيما بينهم وقرروا، قالوا لابد أن يكون هناك أمر، لازم ننتصر لهذه الآلهة. فقرروا بعد اجتماعهم التخلص من سيدنا إبراهيم عليه السلام. كأن الآن مداولة، يعني محكمة وتحقيق، فالآن راحوا يتداولون فيما بينهم، فاتفقوا بعد في النهاية على التخلص من إبراهيم. كيف نصدر عليه الحكم؟ ماذا نفعل؟ ثم بدأ الحكم على إبراهيم في قولهم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. صدر الحكم على إبراهيم عليه السلام بالحرق بالنار، أن يحرق إبراهيم في النار. وقالوا كذلك في قول الله سبحانه وتعالى قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. خلاص الآن حكم المحكمة هذه الجائرة أن توقد نار كبيرة وأن يلقى فيها إبراهيم عليه السلام. وتخيل عزيزي المستمع، لم يكن هناك على الأرض مؤمن إلا إبراهيم عليه السلام، وكان معه ابن أخيه كما بينا لوط، هو الذي آمن معه، ومعه زوجته سارة. لا كان عنده جيش، ولا كان عنده قوة تمنعه، ولا كان عنده قبيلة تمنعه، ولا كان عنده جماعة عندهم سلاح وعندهم قوة يستطيع أن يدافع عن إبراهيم. أبدا لم يكن إلا إبراهيم لوحده ويواجه هذا الحكم الجائر. فقاموا على إبراهيم واعتقلوه ووضعوه في سجن حتى يتم إعداد هذه النار الضخمة. ثم قاموا وبنوا حائط، جاءوا إلى أرض فسيحة، يعني وادي فسيح بين جبال، وبنوا في هذا الوادي حائط، حائط كأن سور كبير جدا يحيط بقطعة أرض كبيرة فسيحة. ثم لذلك يقول الله سبحانه وتعالى قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. هذا البنيان الذي بنوه عبارة عن حائط، أما أن يكون دائري أو مربع، المهم أن يكون يحيط بقطعة أرض كبيرة. ثم أمروا الناس أن يأتي كل واحد منهم بحطب ما يستطيع أن يأتي به من الحطب، فكل من كان موجود ذهب واحتطب وقطعوا الأشجار وجاءوا بالأخشاب وجاءوا بالحطب وجاءوا وألقوه في ذلك الحائط وألقوه في ذلك البنيان وألقوه في ذلك المكان حتى امتلأ الحائط وامتلأت الأرض عن آخرها بالأخشاب حتى صارت كالجبل. ثم قالوا يلا أحضروا إبراهيم من السجن، فأحضروه عليه السلام مقيد مربط بالحبال، فجاءوا بالمنجنيق، والمنجنيق عبارة عن آلة لها مثل الكفة يوضع فيها الحجر، هذه تستعمل في الحروب، ثم يلقى الحجر إذا أرادوا على حصن، إذا أرادوا فتح حصن من الحصون أو اقتحام قصر من القصور
أو يلقون فيه حجارة ملتهبة بالنار على مثلا جيش أو فرقة من الجيش، وهكذا طرف فيها مثل الكفة وطرف الآخر فيه ثقل، والجهة الكفة هذه تربط بحبل حتى إذا قطعوا هذا الحبل قذفت الحجر نزل إلى الأرض وقذف ما كان موجود في الكفة. فجاءوا بإبراهيم مقيد عليه السلام، مقيد اليدين والرجلين، وجهزوا المنجنيق، فبدل أن يوضع فيه الحجر في الكفة وضع فيه إبراهيم